السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية. في فيديو سابق تحدثت حول الرفع العاسلة وإنزال الأساسات الشمعية وطرق ترتيبها في الخلية، لقد شاهدتم ذلك. في هذا الفيديو أسلوب آخر وطريقة أخرى، قمت بإنزال الأساسة الشمعية في صندوق التربية كاملة، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة مبهرة، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا سنقوم بالكشف على خلية من دورين حتى استفيد الجميع. طبعا هذه التي تشاهدونها في بعضها الخلايا التي أكشف عليها، هذه هي ماصيدة العكبر أو البروبليس. تحدثنا في فيديو سابق حول رفع العاسلة وطريقة التجيش. الآن هذا هو إطار أساس قام النحل ببناء جزء بسيط منه. طبعا هذه الإطارة في الأعلى، ما شاء الله النحل بدأ بجمع تختيم عسل. طبعا هذا رفعتها كحضنة بالأعلى، هذا هو الإطار الخامس، نعتبره الإطار الرابع، هذا هو الحضنة خرجت البعض الذي بالوسط ثم يجوه مكانه. طبعا هناك معلومات في الدور الأول، انتظروا بس أكشف على الخلية حتى تستفيدون من ذلك. هذا ما زال فيه حضنة والعسل من الأعلى. طبعا النحل هنا حس بالتيتيم فقام ببناء، شاهدوا معي، بيوت ملكية، هذه الأولى وهذه الثانية. طبعا سنتركها حتى تغلق ثم نستفيد منها، لكن على النحل أن يكون فطن في هذه الأمور. إذا لم ينتبه لذلك قد تطرد الخلية، يتحول بيوت الطوارئ إلى تطريد. هذه فيها عسل والجزء الآخر حضنة نقوم بإعادتها. طبعا أنا أضع حاجز ملكات سترونه عندما أقوم برفع العاسلة عن الدور الأول. تبقى معي هذا الإطار، ما شاء الله تبارك الله كله عسل، ما شاء الله تبارك الله اكتمل فيه تخزين العسل. نقوم الآن بالضغط، سنقوم الآن برفع العاسلة جانبا. هذا هو العازل الملكي. طبعا إذا لاحظتم الفرق بين العازل الملكي و مصيدة العكبر ستشاهدون أنه لا يوجد فرق، لكن هذا أضيق لا يسمح للعاملة بالمرور، وهذا يسمح للعاملة بالمرور ولا يسمح للملكات بالمرور. نرفعه جانبا حتى نكشف على الخلية. طبعا الخلية مكونة من 7 إطارات كما هو موجود في العاسلة.
الإطار الأول، هذا فيه عسل، مخزن فيه عسل قليلا من الجهتين. هذا يعتبر السادس، مبني أساس ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، أساس وفيه حضنة، فيه تحطين. أقوم بس بتقريب الصورة حتى تتضح الصورة للجميع بشكلها. طبعا هذا الآن فيه حضنة، وهو تم إنزاله جديد ما شاء الله. طبعا هذه الخلية الآن نستهدف منها تجييش النحل كذلك مثل ما ذكرت لكم في الأولى. هذا شاهدوا الآن عبارة عن حضنة مغلقة من الجهتين. أين سنذهب بهذا الإطار؟ سنقوم بنقله إلى العاسلة، سنضعه بالعاسلة، العاسلة هي جانبا. وماذا سنفعل؟ نحضر الإطار الذي كان في الأعلى ونقوم بدفع هذا ونضعه قبل الأخير، قبل العسل. الثاني ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، مبني كامل من الجهتين ومكتمل البناء، وقامت الملكة بوضع البيض مثل أخيه الآخر ما شاء الله. طبعا هذا أساس وهذا أساس منزل في يوم واحد، وهذا كذلك. انظروا الثالث تبارك الله، مبني من الجهتين 70%، نقول هكذا، مخزن في عسل بالوسط، نقوم بإعادته. طبعا أنا أنوع الطرق في تجيش النحل حتى نستفيد جميعا أنا وأنتم بصراحة. يعني شوفوا هذا كذلك أساس ما شاء الله، يعتبر الآن هذا مبني 40-50% كما تشاهدون. ماذا سنفعل؟ سنعيده في مكانه ونقوم بدفعه للأمام. طبعا يوجد لدي إطار في الأعلى قد فقس، بس أخرجه من العاسلة وأنزله في التربية، في اللغة التربية. لحظات فقط. طبعا هذا هو، سنقوم بإنزاله. طبعا هذا قد فقس معظم النحل ذلك، سنقوم بإنزاله للأسفل. الآن شاهدتم معي أحد الطرق إلى التجييش. طبعا تم رفع العاسلة بتاريخ 15، بتاريخ 15 كان لنا اليوم، احنا تاريخ 21 يوليو، يعني لنا ما يقارب 5 أيام أو 6 أيام. في هذه 6 أيام تم بناء 1-2-3-4-5 إطارات،
5 إطارات كلها أساس، قمت بإنزالها كلها أساس، عفوا 4 إطارات، 4 إطارات أساس. الخامس كان في العاسلة اللي هو هذا، لم يقم النحل بناء غير المنطقة هذه اللي في الوسط فقط. أما الأربعة كلها ما شاء الله مبنية، وقامت الملكة بوضع البيض. أنا أقوم طبعا بوضع الحاجز الملكي بهدف إجبار الملكة على المكوث بالأسفل فقط. هذا أحد أهداف أو أحد الطرق في التجيش. نعيد العاسلة، وضعنا العاسلة، طبعا هذا الإطار الذي قمنا برفعه من الأسفل الذي فيه حضنة وعسل. هكذا جيد، ثم نقوم بإعادة الغطاء هذا اللي هو مصيدة البروبليس أو العكور. ثم نضع الغطاء طبعا. من عادتي أسجل البيانات على الغطاء الداخلي في تاريخ 21/7 تم الكشف. طبعا أسجل التقرير كاملا حتى أكون مطلع على جميع المعطيات في هذه الخلية إن شاء الله. المعلومات يستفيد منها الجميع. تحياتي لكم، معكم مهندس عبد الرحيم الجابري اليمن.